طيب اذا هون عندنا دي اي هي اللينك اوفست. بالحاله هاي اللينك اوفست هي المسافه along the z i axis, المسافه ما بين اكس اي, وبدي اروح من اكس اي ماينس 1 لاكس اي. اذا هي الديستنس, لينك اوفست از ذا ديستنس او ديسبيسمنت from xi minus 1 to xi along. Along معناها واضح انها displacement, لانها displacement along بنقول مش around. Along the zi axis. اوكي؟ okay. ولي هاي صارت اللينك offset. هلا ممكن انت تعمل di0 اذا بدك. اذا انت مثلا تعرف تصمم هدول بشكل جيد مثلا نعملهم ونحط, فاهمين علي كيف؟ نعمل هاي اللينك نعملها بهذا الشكل بحسب ايش هذا. وطبعا هاي بصير في لها كمان اعتبارات ميكانيكيه من ناحيه اني عملت اوفست ما بين اثنين. اه بس المهم انه احنا نعرف شو دي اي. دي اي هي صارت along the z i axis من اكس اي, وهي الاشارات مهمه يعني لازم نمشي من هذا لهذا ولا الاشاره بتنعكس, ولازم اعرف وين ال z i positive عشان اعرف انها هي along the z i axis. طيب وثيتا اي سميناها the link, أظن سميناها the link angle مش هيك؟ هذيك التويست ألفا بنسميها التويست, هاي بنسميها the link angle. هلا is the angle between بين مين ومين؟ بين xi minus 1 إلى نفس الإشي, بدي أروح من xi minus 1 لxi, فهذيك إذا صارت بهذا الاتجاه موازي لهاي راح تكون لازم تكون إشارتها صحيحة هيك. بس حوالين مين بعتبرها بوزيتيف؟ بدي اخذها بوزيتيف من حوالين الزد اي. اذا هي ذا انجل بتوين اكس اي ماينس 1 تو اكس اي اراوند, لانها روتيشن ذا زد اي اكسس. اوكي؟ هلا السؤال اللي ساله باسل, خلينا نرسم لينك ثانيه ونفرجه كمان الدي والهاي, خلينا نحط الدي تحتها ونرسمها بالاحمر. فهذا هو ال i minus 1 i minus 1, ورح نيجي نعمل مثلا offset جديد هون. خلينا ازيحه شوي عشان يبين انه فعلا في offset, لانه هو طبعا حتى لو حطيتهم متجاورين في offset مش هيك؟ اللي هي السماكة هاي. بس خلينا ابعده شوي. جبنا نفس القطعة, صنعنا نفس القطعة بس زحتها, بدل ما تكون هون زحتها بهذا الاتجاه. يمكن حتى الرسم هو مش 100% هون, بس على اي حال هذا صار عندي هلا اكس اي ماينس 2, لانه اكس اي بتبع لمين؟ بتبع لهذا الفريم, وهذا بالنسبه لهذا الفريم. وصار عندي الان الزاويه, هلا الزاويه حوالين مين بدي اقيسها؟ اكس اي ماينس 2 حوالين هذا الاكسس لهذا مش هيك؟ فثيتا اي ماينس 1 مضبوط, مش ثيتا اي ماينس 1 بتصير له, ودي اي ماينس 1 بتصير له. فهذا الفريم بتبع له ثيتا اللي ثيتا اللي هون ودي اي اللي هون مضبوط؟ لانه هذا الاي تبع له الدي اي والثيتا اي, فالاي ماينس 1 بتبع له الثيتا اي والدي اي. وين الدي اي؟ بده يكون حوالين هذا الاكسس مضبوط؟ فنكتبه نفس الشيء. هلا بنيجي بنقول دي اي ماينس 1 از ذا ديسبيسمنت بتوين بين مين وين؟ هلا صار بده يصير بين الاكس اي ماينس 2 والاكس اي ماينس 1. هي الاكس اي ماينس 1, هي الاكس اي ماينس 2, صار عندي ارتفاع بهذا الكمية القيمه, وخليني اخذها مثلا من هون لهون, فصارت عندي بهذا الاتجاه, وهي راح تكون دي اي ماينس 1 along the positive or along the zi is displacement from xi minus 2 to xi minus 1 along zi minus 1. إذا لاحظوا حتى تتذكروا النوتيشن, العلاقة لدي اي وثيتا اي هي بين الحالي والسابق, والنوتيشن تبعتها بترجع للحالي. العلاقة أو النوتيشن لألفا وأي هي ما بين الحالي ومين؟ اللاحق. والنوتيشن تبعتها بتتبع ها. اوكي, ففي اثنين مرتبطين باللينك الفريم اللي قبل, وفي اثنين مرتبطين بالفريم اللي بعد. فدي واي, دي وثيتا بكونوا ما بين الحالي والسابق او الحالي والسابق
والنوتيشن تبعتهم ترجع لهون للحالي، والالفا والاي بتكون بين الحالي واللاحق والنوتيشن تبعتهم ترجع لها. هذا له علاقه بالاويلر والترانسفورميشنز. عم نجهز احنا عشان نقدر نضرب 3 4 ماتريسز ببعض، ترانسفورميشنز هوموجينس ترانسفورميشنز ببعض. نعم تفضل. هلا الدي اي ماينس 1 والثيتا اي ماينس 1 بتنتهي سالب. لا لا، هي سالب، هي موجبه هون لانه ارتفعت انا هون وانا هون ارتفعت. انت كانت بتكون سالبه هاي الدي لو انها هاي فوق، لو انها كانت فوق، او لو اني انا مختار الزد بهذا الاتجاه. انا ما فيش شيء بيمنعني اختار الزد هيك، الزد اي هيك والزد اي ماينس 1 هيك، ما في شيء بيمنعني، بس انا بحاول اسهل. لو انت ماخذ الزد اي ماينس 1 هيك اتجاهه، خلينا نفترض، خلينا بس حتى تتوضح لك الهاي. لو انا مش ماخذ زد اي بهذا الاتجاه، لو اخذت الزد اي بهذا الاتجاه، عفوا الزد اي ماينس 1 بهذا الاتجاه، الزد اي وين اتجاهه؟ انا الدي اي شو تعريفه؟ الدي اي ماينس 1 شو تعريفه؟ من مين لمين؟ من اكس اي ماينس 2 لاكس اي ماينس 1، مزبوط. اذا من هذا الخط بدي ارتفع، من هاي هون بدي ارتفع لهذا الخط من هون، مزبوط. المسافه اللي بمشيها وين اتجاهها؟ بس هذا اذا صارت هون سالب حسب ما انت اخذت الزد. او لو ضل الزد اي ماينس 1 هون وهاي كنت حاططها فوق، بدك تطلع دائما بهدول البارامترز، بدي اطلع على الزد اي. البارامترز الاثنين دي وثيتا بالنسبه للزد تبع الحالي. طب الثيتا نفس الشيء. هلا الثيتا وين اتجاه الثيتا البوزيتيف؟ ننسى هلا هذا ونرجع زي ما كنا بالاول. هلا انا عندي هون هي الزد. هلا هون بدي امشي انا من وين لوين؟ اكس اي من هون، بدي امشي من هذا لهذا، لانه التعريف ايش التعريف بقول؟ نكتب ثيتا اي ماينس 1، ثيتا اي ماينس 1 از ذا انجل. From. مهم اعرف من وين بدي ابدا، من وين بدي ابدا؟ من اكس اي ماينس 2 اكس اي ماينس 1 اراوند زد اي ماينس 1. هلا البوزيتيف اراوند زد اي ماينس 1 هو هيك اتجاهه، بس انا كيف عم بمشي؟ عم بمشي من هاي لهاي هيك، مزبوط. فهاي الزاويه رح تكون نيجاتيف، بقيسها كزاويه وبعدين بعطيها اشاره سالبه. هاي صارت ثيتا اي ماينس 1. ولاحظ لمين تبعت الثيتا اي ماينس 1؟ لهذا. فهذا الفريم هون، الفريم اللي موجود بتبع له الدي اي والثيتا اي بينه وبين اللي قبله، وبتبع له ايش كمان؟ اي والفا بينه وبين اللي بعده. بس المهم هون عندي هي التعريف، لاحظوا هدول ايش؟ هاي هون تكرر نفس الشيء، اكس اي ماينس 1 واكس اي، وهون تكرر اكس اي ماينس 1 واكس اي، بس واحده منهم ديسبيسمنت واحده روتيشن، بس حوالين مين كلهم؟ حوالين الزد. اوكي؟ يعني بين